بسم الله والابن روح قدس الاله الواحد امين. اهلا بيكم من ابروشيت هولندا في شرح قراءات البصخة المقدسه. النهارده يوم سبت العازر، وقراءات البصخة بتبتدي بسبت العازر اللي فيه تذكار اقامه العازر. انا رايي طبعا بيقول انه مش اليوم ده اللي كان فيه اقامه العازر، لكن الكنيسه رتبت كده عشان تورينا ان المسيح له المجد قبل الصليب بارادته الكامله. والجميل ان البصخة تبتدي بقيامه وتنتهي بقيامه وبينها الصليب. طبعا ده بيورينا ان احنا بنعيش الصليب من خلال القيامة كمان، زي ما قال معلمنا بولس في فيليبي 3:10: لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبها بموته. فعشان كده تبتدي قراءة النهاردة في سبت العازر بيتكلم عن إقامة العازر، وكل قراءات اليوم النهاردة بتبين لنا قوة الخلاص وعظمة الخلاص وقوة الصليب المسيح له المجد والإشارات ليه في العهد القديم، وفي نفس الوقت وحدة العهدين في الإشارة للصليب وللخلاص. تبتدي القراءات بسفر التكوين وأشعياء وصفانيا وزكريا. سفر التكوين أول بيبتدي بالبركة اللي اداها يعقوب أب الآباء لأولاده، وطبعا بركة يهوذا بالذات وبركة يوسف هم اللي أشاروا للمسيح للمجد. فالبركة مثلا اللي اتقالت ليهم أنه الأسد ده بيبين أنه المسيح للمجد عظيم في القوة بتاعته، وكمان اتقال الجحش والأتان إشارة للبساطة والوداعة بتاعة المسيح. اتقال انه مغموس بالدم اشارة الى الفداء الكامل. اتقال ان انحلت سواعد ازرعتهم اللي هم الاشرار او العداء، ده الاشارة ان الصليب في الصليب انتصر على مقاوميه. واتقال بركة السماء من فوق وبركة الارض التي عليها اشارة الى ان البشرية كلها ستغمر ببركات الخلاص. في سفر اشعياء بيقول على جبل عالٍ: اصعد اصعد يا مبشر صيون، ارفع صوتك بقوة يا مبشر اورشليم. هنا في النبوة دي بنشوف برضو قوة مجيء ربنا، وذا الرب يأتي بالقوة، وبنشوف حنو رعايته وأبوته كراع يرعى قطيع غنم وبزرعه يجمع الحملان. بنشوف سمو وتدبيره، بيقول من علم قلب الرب أو من كان معه مشيرا فعلمه. وبنشوف قوة المفديين والمخلصين في العهد الجديد، بيقول أما منتظر الرب يجددون قوة وتنبت لهم أجنحة كالنسور، يسرعون ولا يتعبون، يمشون ولا يجوعون. تيجي نبوة صفانيا وزكريا إشارة للفرح الغامر للبشرية في العهد الجديد بالصليب. فسفر صفانيا بيقول: افرحي يا ابنة صهيون، تفي أورشليم، افرحي وابتهجي بكل قلبك يا ابنة أورشليم. وبعدين يقول: يملك الرب في وسطك يا إسرائيل. طبعا ده اللي حصل وقت الصليب، ان ربنا ملك على خشبة في وسط إسرائيل. نبوة زكريا بتقول: ابتهجي جدا يا ابنة صهيون، وتفي يا بنت أورشليم، وهذا ملكوك يأتيك عادلا مخلصا وديعا وراكبا على أتان وجحش ابن أتان. وطبعا دي النبوة اللي استشهد بها القديس متى الإنجيلي في متى 21:4-5. ويتكلم كمان على السلطان المسيح في خلاصه في العهد الجديد، يقول سلطان من البحر إلى البحر. يقول أنت بدم العهد قد أطلقت أسراك من الجب، إشارة طبعا إلى دم الصليب اللي صنع الخلاص للبشرية، وبسبب من خلال كده المسيح للمجد حرر كل الأبرار من طلعهم من الجحيم إلى الفردوس. عشان كده جه مزمور باكر يقول بلسان العازر: يا رب أصعدت من الجحيم نفسي وخلصتني من الهابطين في الجب. ويكمل إنجيل باكر بالرجل الأعمى اللي صرخ كتير للمسيح للمجد وقال له: يا ابن داود ارحمني. وطبعا ده من الصراخ هو بس صراخ البشرية كلها، وربنا تحنن علينا وقدم لنا الخلاص كلنا ونور حياتنا كلنا، زي بقى كتاب الشعب الجالس في الظلمة أبصر نورا عظيما. يجي البولس بعد كده والكاسيليكون بيكلم عن الصليب المرفوض من حكمة العالم لكنه أعلى من حكمة العالم، والمرفوض من في نفس الوقت من البشر، لكن كل اللي قبلوه إزاي حياتهم كلها اتغيرت. فالبولس بيتكلم بيقول معلمنا بولس يقول: إننا لم أحكم أن أعرف شيء منكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا. والكاسيليكون بيقول: ها أنا ذا أضع في الصهيون حجر زاوية مختارا كريما، والذي يؤمن به لن يخسر. في الإبراكسيس بيورينا معلمنا بولس لما كان في الجزيرة بتاعت مالطا، وبعدين جات طلعت من الحرارة أفعى وكانت هتمسك في دي، وبعدين هو نفضها في النار تاني، وده إشارة للمسيح للمجد لما مات على الصليب، وإزاي انتهر الشيطان وحرر البشرية من سلطان الشيطان ورجع الشيطان للنار تاني. بنيجي بعد كده بنلاقي مزمور القداس بيقول: بركة رب عليكم، باركناكم باسم الرب. وطبعا دي بركة العهد الجديد اللي هو الخلاص اللي تم لينا كلنا. وبيختم قراءات اليوم بإنجيل القداس يوحنا 11 في إقامة العازر، وربنا يسوع المسيح للمجد يقول للمرثى: أنا هو القيامة والحياة، تقول له: لو كنت هنا لم يمت أخي،
يقول لها يعني أنا هو القيام والحياة، بمعنى أنه وجود المسيح للمجد هو القيامة. القيامة مش مرتبطة باليوم الأخير ولا مرتبطة بزمن ولا وقت، مرتبطة بحضور المسيح للمجد. والقديس أمبروسيوس بيتكلم عن إزاي المسيح للمجد كان يصلي كابن الإنسان ويأمر كابن الله، إزاي هو أقام لعازر بسلطانه وبلاهوته. عشان كده بنقول كلمة جميلة أو في زوكسورجيت سبت العازر، نقول اجتمعوا يا جميع الشعوب لنسبح ربنا يسوع المسيح الذي أقام العازر بقوة لاهوته، أقمنا بقوتك من ضلال الموت مثل البار العازر الذي أقمته من بعد موته. لإلهنا كل مجد وكرامة الأبدين.